يقول: ما هو أكثر كتاب أثر في الشيخ المغامسي بعد كتاب الله عز وجل؟ كتاب آيات السؤال والجواب من أحاديث الكتاب للشيخ عطية محمد سالم. ممتاز. كناحية معرفية وتنصح بقراءته؟ أي كناحية معرفية. طيب، هذا الكتاب نفعني جدا في ناحية معرفية. جيد. كتب بن سعدي في الدرجة الثانية. كتب بن سعدي. أي. طيب، أنا أوصي طلاب العلم بقراءة المجموعة الكاملة الشيخ عطية محمد سالم وكتب الشيخ بن سعدي، هذان الرجلان أعظم من استفدت منهما قراءة.